السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم أميرة تي في. اليوم بغن شير وبغن ندير لكم واحد الفيديو اللي الناس كاملة صراحة ما لقاوش الوصفة الصحية اللي يقدروا يعملوها الشعر ديالهم باش يطوال ويتساقط. وانا كنشوف كندخل على جميع يعني بعض القنوات اللي كيبقاو غير يحطوا اي خلطه ما كيعرفوش يعني شنو المفعول ديال الخلطه وغير كيعطيو شي حاجه للناس بدون ما فائده. هاد الخلطه اليوم اللي غادي نعطيكم انا والله 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 مجربه 40 سنه كنستعمل هالشعر ديالي جميع الاصدقاء صراحه في الشغل يقول لك سميرة شنو كتعملي لشعرك، سميرة شنو كديري لشعرك، شعرك يعني قوي وزوين وجميع بزاف ديال الأصدقاء اللي عملت لهم الوصفة وصراحة أعطت نتيجة زوينة لأنها مجربة بزاف، مجربة مدة طويلة. غادي تعجبكم بزاف وغادي تردوا عليا لأن ما فيهاش كذوب وما فيهاش تحرميات، يعني خلطة جد رائعة ما غاديش تلقاها حتى في شي بلاصة. الخلطة اللي كتكون من هاد المواد اللي كلها صحية، عندي هنا القرنفل واللوز وعندي السمسم لأن هاد المواد كلها والحرمل وعندي الثوم والناس كلها كتعرف أن السمسم يعني مادة غذائية فيها الفوسفور فيها الكالسيوم فيها المغنيسيوم فيها الحديد والنحاس وحمض الفوليك والبروتين ومضادة للأكسدة. وأن السمسم كيحمي من هشاشة العظام ويخفض مستوى الكوليسترول في الدم، يخفف من تقليل ضربات القلب ويحافظ على الدماغ ويقوي الذاكرة وكيقوي الشعر ويعالج البواسير ويزيد الوزن للناس اللي بغات تزيد الوزن، كيقوي النحافة. يعني هذا السمسم اللي بغى للنحافة ياخذ يعني سمسم مع العسل ويداوموا يعني يومين ما شاء الله النحافة ديالو غادي تكون مزيانة. وهذا هو الفوائد ديالو لان احنا انا ما غاديش نديرو غير لانه يعني لانه فوائد ديالو كثيره على الجسم وضروري الانسان ياكل منه ويستعمل الشعر ديالو. كما ان اللوز حتى هو عنده فوائد كثيره دهنيه وهو من المواد الجافه اللي كيحتوي على فيتامين بي، وفيتامين بي صراحه هو زوين للشعر. يعني لو زعما تاخذوا زيوت زيت فيتامين 7، فيتامين 7 هي مقويه للشعر صراحه هو زوين بزاف. فيه الاوميغا حمض الاوميغا 3 وفيه مغنيسيوم والبوتاسيوم. هو فيه تقريبا اللوز يعني اللي ياكلوا يعني يوميا فيه تقريبا 750 ملي غرام ديال البوتاسيوم وكيعزز من النشاط العقلي وكيحد من التوتر. فيه الفوسفور فيه فيتامين اي وكلكم كتعرفوا ان فيتامين دي هو للتجميل، يعني فيتامين دي يعني للوجه، يعني اللي بغات البشره ديالها تكون زوينه الشعر ديالها يكون زوين عندك فيتامين اي فيتامين بي، هادو مواد يعني طبيعي هي زيوت يعني زوينه بزاف للشعر. وانه كيحميك من الشيخوخه، الناس اللي ما كيعرفوش منافع اللوز كيحمي من الشقوخة المبكرة ويحفز من انتاج الكولاجين في الجسم. لهذا كنلقاو الناس ديال افريقيا اللي انا كنخدم مع الناس افريقيا بزاف كياكلوا هاد اللوز والقرقاع ويعني والفول السوداني كياكلوه يوميا لانه كيعطيهم كولاجين. وشو البشرة ديالهم ما شاء الله كتلقى عندهم 50-60 سنة والبشرة ديالهم بقى صغيرة لأنه كيعطيهم الكولاجين في البشرة ديال الوجه والجسم ديالهم.
وهو اللوز كمصدر للكالسيوم ومصدر للدهون المشبعه، الا كليتيه كتبقى شبعان سبحان الله العظيم اليوم كله. الا خديتي اللوز مع السمسم والتمر، هذه تغذيه يوميه للجسم فيها كل الفيتامينات، وكيحمي حتى من السرطان، وكيعطي للمرأة الحامل والطفل كيعطيهم صحة جيدة، وكيعطي كيعطيش يعني الطفل كيشبع ملي كياخد فيتامينات من 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 الأم ديالو، وبزاف بزاف ديال الفوائد عليهم. وعندي القرنفل اللي كله كيعرف أن القرنفل هو صراحة هو مادة يعني كيستعملوها الأطباء في دواء الأسنان. يعني القرنفل اللي الأطباء كيستعملوه في طب الأسنان، هو مسكن للألم الأسنان، اللي عنده الألم في الأسنان القرنفل هو جيد جيد كتير، وكيقضي على الجراثيم في الشعر، جراثيم في الجسم، كيستعمل للشعر لانه كيعطي واحد النظافه للشعر، وكيحفز المواد، هاد المواد كلها اللي كان غادي نستعملها انا كتحفز بالقرنفل، كيخلي المواد يعني تشتغل مده طويله. زائد ان الحرمل اللي هو انه ماده كتستعمل في الادويه بزاف، كتستعمل في الادويه ديال الكيماويات، لان الاطباء كيستعملوه بزاف، وكيستعمل صراحة يستعمل للبخور كأنه كيعطي رائحة طيبة. هاد عشبة الحرمل هو عشبة غريبة تستعمل في أشياء كيماوية للقضاء على بزاف ديال الأمراض، منها السرطان، وكيلعب دورة دو يعني كيلعب في تسريع الدورة الدموية. ولكن هاد المسائل يعني الأطباء هما اللي كيعرفوا كيفاش يعطوا المقدار ديالو في الأدوية. ولكن هو خطر على النساء الحوامل وعلى الرضيع والمرأة الحامل، المرأة الحامل ما تقدرش يعني، حيت هو كي يقدر يعمل إجهاض ولا شي حاجة. مهم حتى كيستعمل في أوجاع صداع الأسنان والصداع ديال الرأس، وكيوقي من سرطان الفم. هاد الحرمل اللي نتوما اللي الناس ما كتعرفش يعني الفوائد ديالو، وزعما مزيان للسعال وعلاج حالات الصداع واضطرابات القلب والدورة الدموية، لأنه كيستخدم في جميع بزاف ديال الحوايج، ولكن الإنسان ما يستخدمش منه بزاف. وأنا لوين جمعت لكم هاد المواد، لأن أنا كنستعملها يعني مدة طويلة، يعني الحمد لله الشعر ديالي شعر العائلة كله زوين. كناخد بسم الله، غادي نبدا معكم الوصفة. كناخد عندي هنا عندي القرنفل واللوز والسمسم، ناخد مطحنة كهربائية، كنحط كل شي فيها، نخلطهم. علاش انا عطيتكم يعني السمسم واللوز الاخضر؟ لان ملي كتاخد الزيوت ديالهم، من برا ما كيعطوكش زيوت طبيعيه، كيعطوك زيوت غير طبيعيه، يعني من الاحسن تعمل الزيت ديالو بيدك. وكناخد الحرمل معاهم وكنطحنهم. في بعد ما طحنت الجميع، ناخد قارورة يعني زجاجية، لأن باش ما تعطيكمش الريحة مع الوقت. ناخد ثوم
كلكم كتعرفوا الثوم لانه هو انتي بايوتيك صراحه، مضاد، مضاد للاكسده، مضاد للجراثيم، مضاد، هو زوين وكيقوي الشعر بزاف وكيطول الشعر. غادي تجربوه غتردوا عليه. يعني ناخذ الثوم ديالنا، راس من الثوم، ناخذ هذا الخليط ديالي، ناخذ الزيت البلدي اللي انتم عارفوا الزيت البلدي يعني اللي هو مهم في حياتنا، كندير الزيت وعندي زيت ارغان. زيت ارغان اللي صراحه هو زوين للمساج، زوين لطول الشعر، زوين لتقويه الشعر، حتى هو فيه فوائد، فوائد كثيره ان شاء الله غادي نتكلم لكم عليها، هو الزيت البلدي ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله. نخلطوا المقادير، انا غنزيد بان غادي ندير يعني نحاول نقسمه على يعني مرتين، لان انا في طلب عندي واحد في دكتوره صديقتي في الشغل دائما بتشوف شعري وتقول لك سميرة بتعمل شنو، بتعمل شعرك سميرة؟ قلت لها انا عندي يعني في وصفة عملها، تقول لك يا ريت يعني تعمليها لي ان شاء الله، وغادي ان شاء الله غادي نفاجئها بهذه الوصفة، غادي نعطيها لها. ناخذ القارورة ديالي نخليها في بعيدة عن الشمس في الظلام 10 أيام، 10 أيام، ثم نستعملها يعني في الليل 8 ساعات بالليل كماسك في الشعر، 8 ساعات، وفي الصبح نغسلهم، وغادي تشوفوا النتيجة مدة شهر تقريبا، وغادي تردوا عليا في الكومنتار، غادي تعجبكم هاد النتيجة بزاف. واللي بغى يزيد الزيت يعني تزيد الزيت، يعني لأنه هو غادي يرقد هاد المواد كلها، غتنزل لتحت وتاخد غير الزيوت اللي الفوق بعد 10 أيام من ترك هذا الزيت في الظلام. إن شاء الله غادي تعجبكم النتيجة، وما عمركم غادي تمشيو تاخدوا شي منتوج آخر إن شاء الله، غادي تستعملوه يعني تعملوه بيدكم وفي داركم، وغادي يعجبكم بزاف، ونتمنى يعجبكم، ونشوفكم إن شاء الله في فيديو قادم إن شاء الله مع قناة أميرة تي في. إلى اللقاء.